قرار جمهوري نفسك تسمعه؟ قرار جمهوري هينزل يعني في الجمهورية، يعني يدوا شقة كده لكل شاب. شغل مش لاقي شغل تلاقي شغل، كل شاب يجيله 60-70 ألف جنيه يفتح له مشروع. تعيين وزير سعادة يوزع على كل شاب عربية فراري. نسوق براحتنا، ندوس اللي احنا عايزينه. مثلا زيادة سرعة النت في مصر. مثلا يقللوا 8 علب السجاير. أي عيلة غنية تحاول تتبنى عيلة على قدها. أهم حاجة التعليم يتعدل وسلوكيات للناس، لأن الناس خلاص بص ما بقاش فيه سلوك خالص. تلاقي الطفل مش عارف عنده كام سنة طالع بيشتم. أي حد يرمي زبالة في الشارع ده ياخد إعدام. المحاضرات تبدأ الساعة 1، مفيش 8 ولا الكلام ده، عشان إحنا عايزين ننام بدري. مثلا إعلان الحرب على إسرائيل. حل مجلس الشعب، ما عملش أي حاجة من ساعة ما جه غير بس خناقات وقلع جزم وبتاع، ومش حاسة إن هو مهدف لأي حاجة. أنت ممكن لو واحد قال لك صباح الخير تضربه بالقلم عادي جدا. مثلا الرئيس سنه ما يتعداش ال 40-50 سنة. غير كل ده يبقى فيه قياس دور قرار بالعدالة والمساواة بين الناس، ما يبقاش فيه فرق بين المدني وفرق بين العسكري. يعني نحس إن دي بلدي.